شكرا شكرا شكرا. مرحبا بكم يا أطفال في حصتكم مع عمو يزيد، وانتم كذلك لكم تشوفوا فينا. إذا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما أصدقائنا هذو عليكم إلا توجهوا الانترنت لموقعنا عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال لما تشاركوا شوية تاع الصبر، وراح يرن الهاتف وعمو يزيد يكلمكم باش جو تفرحوا معنا. يا أطفال في هذه الفترة كاين يوم عالمي ويوم عربي مهمين بزاف بزاف. كاين اليوم العالمي للصحة اللي صادف يوم 7 أفريل. اليوم العالمي، تعرفوا الصحة يا أطفال؟ الصحة هي أعز ما نملك. شفتوا الإنسان لما يمرض مرض بسيط بسيط، مثلا زكام ولا حاجة، شفتوا التعب اللي يكون فيه وكيفاش يكون، ما بالك إنسان يكون مريض يعني مرض مزمن ولا بعيد شر. احنا اليوم نتوقفوا باش نضامنوا مع كاع الناس المرضى، ربي يشافيهم إن شاء الله في هذا اليوم العالمي للصحة. والصحة عندها أسس. وش هو الأساس الأول في الصحة باش تكون عندنا صحة جيدة؟ واستلزم نكون عندنا، واسمك بنتي؟ سيرين. واسمك؟ سيرين. وين تسكني؟ في الأربعتاش. في الأربعتاش، الله يبارك. وش هو الأساس الأول تاع الصحة؟ نحافظوا عليها. كيفاش بالصح؟ واش ندير؟ ناكلوا الأكل جيد. أكل جيد. ثاني باش تكون عندنا حصة تكون عندنا صحة جيدة، واش لازم نديرو؟ أروحي بنتي، تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ وفاء. وين تسكني وفاء؟ 14. الله يبارك. باش تكون عندنا صحة واش لازم؟ العناية بالنظافة. النظافة، برافو برافو بنتي برافو. هذيك تحوس عليها، النظافة هي أول شيء، أول أساس، أول أساس من أسس الصحة. باش تكون عندنا صحة جيدة يا أخي، النظافة يا أطفال، نظافة الفم، نظافة الأسنان، نظافة الأيدي، نظافة الجسم، نظافة الشعر، نظافة الأظافر يا أخي يا أطفال، مهم جدا. وعمو يزيد دار لكم مفاجأة من بعد راح نشوفوها. وكاين واشن؟ أروحي أروحي، تعالي 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 تعالي. واسمك؟ ميلينا. وين تسكني ميلينا؟ في العطاف. في العطاف، ولاية عين دفلة. الله يبارك الله يبارك بنتي، مرحبا بك مرحبا بك. كاين كذلك نفس اليوم، اليوم العربي لليتيم. اليوم العربي لليتيم نتوقفوا فيه باش نتضامنوا مع كل أطفال اليتامى في العالم وفي الجزائر، نقول لهم باللي رانا كامل خوتكم ورانا كامل مالكم. اليوم زارتنا جمعية كف اليتيم من مدينة الأربعتاش. يا أخي ارفعوا يديكم، شكون يجيهم الأربعتاش؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك، مرحبا بكم مرحبا بكم. إذن جمعية كف اليتيم عبر التراب الوطني نعطوكم تحية تقدير وإجلال، لأنكم تقومون بمجهودات جبارة في هذا المجال هذا، وإحنا رانا مضامنين معكم ورانا واقفين معكم دائما. إذن لكل الأيتام نقول لهم رانا حنا هم مالكم. يا أخي يا أخي أطفال، حنا مالهم يا أخي. إذن اليتيم، ولكن لاحظت حاجة أنه بالمرات اليتيم عنده إرادة قوية، يقرأ مليح. كلكم تقرأوا مليح يا أخي يا؟ برافو برافو برافو. إذن المثابرة، المثابرة يا أطفال مهمة مهمة جدا. تحبوا الألغاز؟ مصنوع من حديد والكل بحكمه راضي. أعيد اللغز. مصنوع من حديد والكل بحكمه راضي، ما هو يا ترى؟ إذن انتم ثاني أصدقائنا اللي راكم تشاهدوا فينا، ممكنكم تجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا لغاية نهاية الحصة، ما هو الشيء اللي مصنوع من حديد والكل بحكمه راضي؟ يا أخي فكروا، صعبة شوية، جاتكم صعبة؟
فكروا لغايه نهايه الحصه باش تعطوا لي الجواب. واش رايكم نروحوا دركا نكتشفوا شخصيه عمر ادريس مع ايوب؟ اذا تصفيق على ايوب. تفضل ايوب. تفضل تفضل تفضل. هو الرائد الشهيد عمر ادريس، ولد في منطقه القنطره ولايه بسكره في 15 مارس سنة 1931. زاول دراسته بمسقط رأسه في مدرسة الهدى التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تعلم العربية والفرنسية كما حفظ القرآن الكريم. في 1955 انضم إلى جيش التحرير الوطني بالأوراس، ومن الأوراس انتقل إلى الصحراء للعمل رفقة الشهيد عاشور زيان. نظرا لبراعته في تنظيم الثورة من المنطقة الثانية من الولايات السادسة، جعل القائد زيان عاشور يعتمد عليه بالقيام بالتوعية وفي عملية جمع السلاح وتنظيم الجيش نيابة عنه. إثر استشهاد القائد زيان عاشور في 7 نوفمبر 1956 خلفا له، في شهر ماي 1958 عين عمر إدريس عضو قيادة الولايات السادسة برتبة الرائد تحت قيادة العقيد سيحواس. في يوم 29 مارس 1959 أسر الرائد عمر إدريس إثر معركة جبل ثامر، والتي أدت إلى استشهاد كل من العقيدين سيحواس والعقيد أميروش. وبعد أن عجزت القوات الفرنسية عن الحصول على أي معلومات أثناء الاستنطاق، قامت بإعدام جنوب مدينة الجلفة دون محاكمة. رحم الله شهداءنا الأبرار. برافو برافو أيوب، برافو أيوب. إذن يا أطفال، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الجزائر حرة بفضل الناس هادو اللي ضحاوا بالنفس والنفيس. يا أخي يا أطفال، لازم في كل فرصة نترحموا عليهم. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مقبلة تكلمنا على الصحة يا أطفال، وتكلمنا على النظافة، وتكلمنا عمو يزيد لكم أغنية مفاجأة نقول فيها: صحتي أغلى أهداني المولى هي الأولى في حياتي. يعني الأغنية تقول بلي صحتي هي الأولى. تغنوا كامل معايا: صحتي أغلى أهداني المولى. يلا معايا. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. أرضى التدخين وأنهى عنه دوما، أعلم كم يقينا لن ينفعني لا يوما. لا أرضى التدخين وأنهى عنه دوما، أعلم كم يقينا لن ينفعني لا يوما. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى، من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. أنا بابا وصاني جسمك إرعى يا ابني، واعلم في الإبكار صحة عقلي وبدني. أنا بابا وصاني جسمك إرعى يا ابني، واعلم في الإبكار صحة عقلي وبدني. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى،
أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى من أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى. أغسل يدي قبل بدء الأكل، أكل بالراوية بسم الله على مهلي. أغسل يدي قبل بدء الأكل، أكل بالراوية بسم الله على مهلي. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى من أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى من أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي. صحتي أغلى أهداني المولى، صحتي أغلى أهداني المولى من أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى من أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى. برافو 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 برافو. إذن صحتي أغلى أهداني المولى من أرزاقي ومالي، تبقى لي الأولى. إذن يا أطفال، غسلوا الأسنان، غسلوا الأيدي، غسلوا الجسم يا أخي، مهم جدا، ويجب الابتعاد كذلك يا أخي. يا أطفال لازم النظافة. وش رايكم نروحوا الألعاب خفة؟ تحبوا ألعاب خفة؟ ألعاب الخفة مع عمو سليم اللي جانا من مدينة بجاية، تصفيق عليه، تفضل. تصفيق على عمو سليم، تصفيق، تفضل تفضل عمو سليم، تفضل. Thank you.
والسلام. عجبتكم ألعاب الخفة؟ نعم. يا أطفال، عمو يزيد راح يحكي لكم دركة حكاية المحتال والفقير. يلا معي. إذن يا أطفال، كما وعدتكم قبيلة راح نحكي لكم حكاية الفقير والمحتال. واحد النهار كان واحد الفقير ماشي في الغابة في الطريق هكذا، رفد الحطب وتقيل هذاك الحطب، ويقول للناس بعدهم الطريق، يفسحوا الطريق، لأنه الحطب هذاك تقيل عليه باش ما يتحلوش. في نفس الوقت كان واحد الغني مخلوع في روحه، لابس واحد الثياب هكذا جميل ويمشي مخلوع في روحه، حس بروحه يعني مش متواضع، كان مغرور. وهذاك الفقير يمشي ما كانش يشوف مليح، الحطب كان مغطيه، ويقول لهم افسحوا الطريق، وهذاك الغني هذاك المغرور ما حمشي بعد من الطريق. هذاك الفقير الحطاب هذاك دخل فيه بالحطب، طيحوا هكذا وكامل، توسخت الملابس تاعو كامل. قال له دركا ترجع لي الدراهم تاع الملابس نتاعي والتنظيف تاعها وكامل. قال له بصح قلت لك بعد من الطريق. قال له ما نحوش نفهم، ومغرور هو غني وحاس بروحه باللي هو خير من هذاك المسكين هذاك. ومن بعد قالوا تعالى، قالوا روحوا دركا عند القاضي نتفاهموا معه. راحوا عند القاضي. كي دخلوا عند القاضي، القاضي قاعد يسقسي في هذاك المسكين الفقير. قالوا وانت كيفاش دخلت في هذا الرجل وكامل؟ قاعد هذاك المسكين ساكت ما هدرش. ومن بعد هذاك المغرور الغني هذاك تكلم، قال القاضي، قال له يلعب فيها ما حبش يهدر. قال له مقبله، بس هو قال له بلي دخل فيها بلا ما قال لي بعد من الطريق وكامل. بصح كي شافوا ساكت هذاك الغني قال للقاضي، قال له لا يا سياده القاضي، قال له هذا راهو يلعب فيها بر. قال له مقبله، كان يعيط ويهدر ويقول لهم افسحوا الطريق، بيع روحه. القاضي قال له كيفاش؟ قال له ما لا قالك افسح الطريق، انت اللي ما حبيتش تفسح الطريق. تما فاق باللي غلط. والقاضي قال لهذاك الفقير، قال له انت اللي عندك الحق، وعطى له الحق لهذاك الفقير، لانه قال له افسح الطريق، هو اللي ما حبش يفسح الطريق. عمو يزيد، استخلص من الحكايه تاع اليوم ان عاقبه الظلم في الدنيا وخيمه قبل الاخره. بالضبط. برافو بوبي. اذن عاقبه الظلم وخيمه يا اطفال. الانسان ما لازم روحي بنتي معليش الانسان ما لازمش يكون ظالم، الظلم مش مليح. هذاك الفقير ظلمه هذاك الغني، ومن بعد ربي نصفه عند القاضي. يا اخي يا اطفال ما لازمش يكونوا ظالمين. يلا معايا. عجبتكم الحكايه؟ نعم. اذا يا اطفال الظلم مش مليح، الانسان لازم يكون عادل. يا اخي انا اليوم جبت لكم مفاجاه. كاين طفله جاتنا من مدينه غليزان كاتبه شعر، حبيناها اليوم تلقي علينا بعض الابيات الشعريه. اذا ترحبوا معايا بوسام في قصيده البراءه. يلا وسام تفضلي بنتي، تفضلي. عيون البراءة تحكي وتقول لنا نحن نبكي وحلمنا الهنا، لا الفنا، ننوي تحقيق أحلامنا لننير عالمنا. فيا ناس افهمونا، لا نريد إلا حريتنا. عيون البراءة تبكي وتقول لنا فكك قيودنا، ومن العيد حرر بلادنا. اسمعوا دقات قلوبنا واسمعوا أحلامنا، رافعين للسماء أيادينا. فيا رب يا رب من العدو نجينا، رافعين للسماء أيادينا. وبصرخاتنا نبحث عن أهالينا، الأطفال الأيتام عليكم أمانة، فبالله عليكم امنحوهم السلامة. واقفون هنا عند حافة العالمة، ينتظرون تلك الحمامة،
لتقول لهم ها نحن هنا نمد لكم اليد الحنونة. عيون البراءة تحكي وتقول لنا متى نسعد وتعود البسمة لنا. فهيا فهيا ندعو الله الكريم أن يحرر بلاد المسلمين ويرجع الأمل للأطفال الأبرياء المحرومين ويرجع الأمل للأطفال الأبرياء المحرومين. برافو 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 برافو. إذن وسام شحال في عمرك بنتي؟ 13 سنة. الله يبارك. واش سنة درسي؟ ثالثة متوسط. الله يبارك. متفوقة في الدراسة. الله يبارك. واش وقتاش بديتي تكتبي الشعر؟ عندما كان عمري 9 سنوات. 9 سنوات كتبتي الشعر. الله يبارك. وهاد الموهبة كيفاش جاتك بنتي؟ اسكو في الأهل تاعك يكتبوا الشعر ولا وحدك؟ أستاذ في جمعية الإزدهار طورت مهاراتي في الشعر. وجمعية الإزدهار وين هذه؟ أي ولاية؟ في غليزان. في مدينة غليزان. نوجه لهم تحية. إذن جمعية الإزدهار شكرا 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 على هذا المجهود لكم تقوموا به. إذن بنتي بالتوفيق إن شاء الله ونعود نستضيفك معنا. يعطيك الصحة بنتي على الحضور. إذن تصفيق تصفيق على وسام. إذن قصيدة جميلة وخاصة في هذا اليوم العربي لليتيم. الحقنا الواحد الركن نحبه هو ركن بريد عمو يزيد. بوبي شفنا رسائل اللي كاين تاع اصدقائنا ويا اصدقاء باش نقراو الرسائل تاعكم هنا عمو يزيد يقراهم. ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com وترسلونا عبر الزرار اراء وملاحظات. شكرا. برافو برافو برافو. تصفيق على بوبي. الرساله الاولى من ياسين عبدوني 3 سنوات من مدينة بومرداس. قال لك أريد المشاركة معكم في الحصة يا عمو يزيد. إذن ياسين عبدوني مرحبا بك ولدي مرحبا بك. ما عليك إلا تسجل عبر موقع الانترنت. الرسالة الثانية من عند ريان بن علال من مدينة بشار وبالتحديد من بشار الجديد. قالك أريد المشاركة معكم وأنا من الأوفياء 5 سنوات. ريان بن علال من بشار الجديد ولاية بشار. جميل. تحياتنا لكل سكان مدينة بشار. الله يخليك مرحبا بك ريان. إذن ميليسا رابح 7 سنوات من مدينة السمعة من ولاية البليدة مدينة الورود. قالت لك هي حصة في غاية الروعة وتسلية للأطفال. بما أنه لا توجد حصة مثلها فهي تعتبر الأفضل لرفع معنويات الأطفال. ألف شكر لهذه الحصة. إذن ميليسا رابح شكرا بنتي على هذه الرسالة الجميلة الجميلة اللي نعتز بها وهذه الشهادة القيمة. الرسالة الموالية نونو بن سعد الله 11 سنة من مدينة مروانة ولاية باتنا. قالكم أحبكم جميعا وأريد المشاركة. إذن نونو بن سعد الله من باتنا مرحبا بك 11 سنة ولدي مرحبا بك. ما عليك إلا تسجل عبر موقع الانترنت وسوف نستضيفك. مرحبا. إذن الرسالة الموالية بن رمضان محمد علاء من مدينة تلاغ ولاية سيدي بالعباس. تحياتنا لكل ولاية سيدي بالعباس. قالك الحصة جميلة وأحبها جدا. شكرا محمد علاء بن رمضان 10 سنوات من مدينة تلاغ بسيدي بالعباس. آخر رسالة لليوم تقول وفضل مونيا من مدينة بقعة ولاية سطيف 10 سنوات. قلت لكم أحب عمو يزيد وكل الأطفال. شكرا مونيا وفضل وفضل مونيا من مدينة بقعة من سطيف على هذه الرسالة الجميلة الجميلة. بوبي احتفظنا بهذه الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال ودركاش كل عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد. تعال 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 أقعد ولدي أقعد ولدي. واسمك؟ إسحاق. إسحاق شحال في عمرك إسحاق؟ 9 سنين. وين تسكن ولدي؟ تيزي وزو. مدينة تيزي وزو. تحياتنا لكل
سكان القبائل الكبرى ومدينة تيزي وزو. احكي لنا نكتة تاعك وليدي. كان واحد الرجل حب يشوف فيلم طويل، جاب سلم وطلع. جاب سلم وطلع، برافو برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة جميلة، نكتة 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 جميلة. تعالي تعالي، اروحي اروحي، تعالي اروحي عند عمو ياسين، تعالي اروحي. دوري هكذا، قولي لهم اسمك. واسمك؟ واسمك انت؟ ميلينا. هذه نكته هذه، ها قولي لهم اسمك. اذا واسمك بنتي؟ أمينة. أمينة الله يبارك. شحال في عمرك أمينة؟ في عمري 9 سنين. وين تسكني؟ في بليدة. في بليدة الله يبارك. حكي لنا نكتة تاعك. كاين واحد الشيخ كان عنده تلاميذ، تقساهم قال لهم تعرفوا ثورة؟ نطق واحد قال لهم ايه، مرت الثور. مرت الثور، برافو برافو. إذا يا أطفال الحقنا دركا ركن الجواب عن اللغز. مصنوع من حديد والكل بحكمه راض. شكون اللي يعرفها هذه؟ مصنوع من حديد والكل بحكمه راض. شكون اللي يعرف؟ شكون اللي يعرف؟ شكون اللي يعرف؟ شكون اللي يعرف الجواب؟ الجواب هل من محاولة؟ حاولوا معلش. تعالي تعالي قولي لي معلش معلش، واش هو الجواب؟ بستان. لا لا، مصنوع من حديد. من حديد والكل، شكون اللي يعرف؟ هل من محاولة؟ تعالي بنتي تعالي تعالي، واش هو؟ سكين. سكين؟ لا لا، ماشي السكين. تعالي تعالي. منشار. واش هو؟ واسمك انت بنتي؟ الاء. وين تسكني الاء؟ مدينة المندية. مدينة المندية، واش من المدينة؟ برواقية. في البرواقية، تحياتنا تحياتنا ديال لهم هكذا، تحياتنا لكل سكان مدينة البرواقية ولاية المدية. المنشار؟ لا لا بنتي، ماشي المنشار. شكون؟ تعالي تعالي، واسمك بنتي؟ مروة. مروة، وين تسكني مروة؟ في 14. في 14، مرحبا بك بنتي. واش هو؟ ميزان. الميزان، الميزان مصنوع من حديد والكل بحكمه راض. تعالي تعالي بنتي تعالي تعالي الشاطرة، أعطيني الهدية تاع الشاطرة هذه. إذا بنتي يا الشاطرة، عمو يزيد يهديك هذا الكوب تشربي فيه الحليب ولا الماء إن شاء الله تستفادي به، وعمو يزيد يهديك كذلك 3 سيديهات. عمو يزيد أنتج 3 سيديهات في سنتين، في كل سيدي عندك 22 أغنية. من حق الطفولة معلمي، ومبروك عليك النجاح. إذا تفضلي بنتي إن شاء الله تستفادي بهم. العفو العفو العفو. اليوم عندنا عيد ميلاد ألاء. تعالي بنتي تعالي تعالي ألاء، أروحي بنتي تعالي تعالي. 4 سنوات، 4 سنوات. أروحي أروحي ألاء. شحال في عمرك ألاء؟ شحال في عمرك؟ 4. 4. مازال ما تقرايش؟ نقرا. مازال شاطرة أنت يا شاطرة، الله يبارك. إذن ألاء 4 سنوات راح نديروا لها عيد ميلادها. أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها، وحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. يلا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهر نمرح نغني نفرح و
ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، واسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها، واسمك انت زينناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذن على أربعة ثلاثة اثنان واحد صفر. برافو برافو بنتي، برافو برافو. تصفيق تصفيق على ألا. إذن برافو بنتي، برافو. إذن ألا تويكر ألا عمو يزيد يهديك هذه الشهادة، هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا أطفال غير تخرجوا كل واحد عنده شهادة باسمه هكذا باش يحتفظ بها كذكرى. يا أخي يا أطفال، إذن عمو يزيد يحبكم، هذه تاعك ألاء بنتي. وبما أنك رسلتنا بخمس قاسمات من علب حليب رامي راعي البرنامج، رامي يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. وأنا مبقى لي إلى نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يا زين. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.